السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقر بزيادة في ثلاث منح: المنحة نتاع الحج، وكذلك منحة الطلبة لابورس، سواء الطلبة اللي في الداخل أو في الخارج، والحاجة الثالثة وهي زيادة في منحة السفر أو المنحة السياحية اللي كلنا عرفوها أنها تسوى 95 أورو. يعني أنت كي تبغي تروح سياحة ولا رايح للداوي ولا حاجة، المهم خارج من البلاد راح تسافر، رايح لتونس ولا رايح لنصادي بوم، رايح تهز الباسبور تاعك وتروح للابون كيما هكذا وتقول لهم فوالا بني خارج، أعطوني من المنحة تاع السياحة. هذيك المنحة تاع السياحة هذيك شحال يعطيلك؟ يعطيلك 95 أورو. 95 أورو يحسبها لك على سومة تاع لابونك هكذا. رئيس الجمهورية قرر أنه يرفع هذه المنحة، لأن المنحة هذه بحقيقة ما تكفيش، يعني باش تريزيرفي في الأوتيل ما تكفيكش. ليسونسيال في الصحافة كي نشرت الخبر وقالت لك بأنه رئيس الجمهورية أقر بزيادة منحة السفر، زيادة معتبرة جدا، ركزوا على الكلمة هذه، معتبرة جدا، لكن ما عطاوش القيمة تاعها، يعني ما صرحوش القيمة تاع منحة السفر الجديدة. كان عندها احتمالين: الاحتمال الأول أنه هذه المنحة تاع منحة السفر هذه قادر يكون زادها غي 100% 100% أو 120% باغ إكزومبل، وصلت ل 200 أورو، راح يقرها ب 200 اورو. لهنا يا الصحافه راح تقول لك معتبره جدا، لانه على لانها وصلت فوق القيمه تاعها ب 120%. هذه القراءه الاولى. القراءه الثانيه انه يكون المنحه هذه صح راح تكون معتبره جدا وتكون تلحق حتى ل 500 اورو او بيان 100 اورو، وهذه اللي نقدر نقولوا بانها منحه معتبرة جدا، أو رفع قيمة المنحة بقيمة معتبرة جدا 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 جدا. إذا لحقت ال 100 أورو، إذا كان تروح لابونك يعطيك 17 مليون يعطيك 100 أورو، 100 أورو تقدر تروح كي تروح سياحة تقدر تمشي بها حالك، فهمني؟ ما تلجأش إلى السوق السوداء ولا السكوار، يعني حتى بحاجة قليلة. أما إذا كانت 200 أورو أو أقل شوية ولا أكثر شوية، هذه ما تسماش منحة سفر، وإلا ما تسمى خير من مكانش، والسلم نطلعوه درجة درجة. ما عليش نباركوا هذا الشيء، وإن شاء الله تكون هذه المنحة هذه تلبي الطموحات تاع هذا الشعب. هذا مكان، تهلاو في رواحكم.